أبت لي همتي إلا المعالي، وبغير المكارم ما سعيت. وقفتنا اليوم هنا لإثبات الحشد التشريني وللقول على المبادئ التشرينية السامية التي كل ما فيها وجل ما فيها رفض الطبقة السياسية الفاسدة بكل ملحقاتها بكل عناصرها، وأهم ما في عناصرها ومكوناتها هي المفوضية اللامستقلة للانتخابات والقوانين المجحفة الظالمة، وأهم هذه القوانين قانون سانت ليغو الذي بطشت به ثورة تشرين العملاقة. ولا يمكن، أقولها في بغداد السلام، لا يمكن العودة إلى المربع الأول. مرفوض رفضاً باتاً من قبل الشعب العراقي، لأنه لا يصب من أجل مصالحنا بل هو من أجل مصالحهم الشخصية والحزبية، والكل يعرف هؤلاء الساسة جاءوا من خارج العراق، لم يظهروا من داخل العراق، جاءوا لدمار العراق. والدليل ده تشوف العراق جاي الدول تتطور والعراق يرجع لورا، سببها هم. ونرفض رفضا تام من مجالس محافظة، لأنها لا تصب من أجل مصلحة الوطن المواطن العراقي بل من أجل مصالحهم الشخصية والحزبية. وقول لهم إن لم تستجيبوا لمطالبنا ستكون تظاهرات عارمة يحترق بها الأخضر مع اليابس، وستعاد إلى المربع الأول. فعليكم باستجابة مطالبنا. الشعب العراقي على وشك أن يظهر بكل مختلف طوابه لإزاحتكم من هذه الحكومة الفاسدة. الرحيم، خرجنا قبل 3 سنوات في مظاهرات عارمة في العراق، مطالبين بتغيير الحال، مطالبين بإعطاء فرصة للفئات للكفاءات، معطينا أنت فرصة للمجاميع الصغيرة حتى تخوض عملية انتخابية. لكن للأسف الأحزاب الكبيرة بقوا يطالبون ببقاء قانون سانت ليغو، هذا القانون التعسفي، هذا القانون اللي يحافظ على الأحزاب الفاسدة أطول فترة في الحكم. اليوم جئنا نطالب بإلغاء هذا القانون، وكذلك مجالس المحافظات مستمرين إن شاء الله بمطالبنا إلى حين تحقيق المطالب.